بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل وياكم طلابنا المحاضرة الثالثة. ناو نرجع للإكزامبل واحد رقم واحد. في المحاضرة الثانية شفنا الار ان كلاسيكال يوكليديان سبيسز. ار ان هو شلون صار ريال انر برودكت سبيس، وشلون عرفنا وشلون اشتغلنا. ناو كومبلكسفيكيشن سي ان، ايضا اريد أبين أنه inner product space. الـ inner المعرف في CN هو XY equal to، هذا الـ inner product المعرف في CN، XY equal to summation من I يساوي 1 إلى N XI YI conjugate for all XY belong to CN. إذن الـ inner product في CN هو تقريبا نفس الـ RN، الفرق أنه شو يكون؟ يكون conjugate. So to show CN with the inner product defined above is inner product space. First to show its linearity in the first variable. Linearity in the first variable ايش قلنا؟ بمعنى alpha x زائد beta y في z equal to alpha x z زائد beta برا y z. Now alpha x زائد beta y في z هو equal to، إيش راح تكون summation حسب التعريف من i equal to 1 to n alpha x i زائد beta y i مضروبة في z i، وتساوي alpha x 1 زائد beta y 1 مضروبة في z 1 bar. ليش bar؟ by definition، لأن التعريف هو بالشكل الآتي. شنو التعريف؟ تعريف في الكومبلكسيفيكيشن SN XY equal to summation من I يساوي 1 إلى N XI في YI conjugate. نرجع ويساوي alpha X1 زائد beta Y1 Z1 conjugate زائد إلى alpha XN زائد beta YN ZN conjugate، ويساوي alpha X1 الفا برا x1 z1 conjugate. بالبداية ايش راح اصير؟ راح اصير الفا x1 z1 conjugate زائد بيتا y1 z1 conjugate زائد الى الفا xn zn conjugate زائد بيتا y1 yn zn conjugate. بعدين ايش راح نسوي؟ راح نجمع الالفا الالفات بجهة والبيتات بجهة، الحدود اللي بيها الفا بجهة والحدود اللي بيها بيتا بجهة. بعدها نستخرج الفا عامل مشترك، يبقى x1 z1 بار زائد الى xn zn بار زائد بيتا عامل مشترك، شو يبقى؟ يبقى y1 z1 بار الى yn zn بار. الالفا برا x1 z1 بار زائد الى xn zn بار هو عبارة عن summation من i يساوي 1 الى n xi zi بار، وهذا equal to x في z زائد بيتا y1 z1 بار زائد الى yn zn بار، هو يساوي summation من i يساوي لنا 1 الى n yi في zi بار، وهذا هو عبارة عن by definition هو للبرودكت y في z. إذن linearity in the first variable، الشرط الأول اتحقق لألفا وبيتا تنتمي لكومبلكس نمبر. now أريد أبرهن السيمتري to show yx bar equal to xy. yx bar يساوي summation من i يساوي 1 إلى n yi في xi bar وكله conjugate. نجي نفتح السمشن، شو يساوي؟ y1 x1 bar زائدا y2 x2 bar زائدا إلى yn xn bar وكله conjugate. Now راح نقسم الكونجوجيت على الحدود، فيساوي لنا y1 هذه كونجوجيت في x1 كونجوجيت الكونجوجيت يصير x1. انتم ماخذين هذا بالعقدي، كونجوجيت الكونجوجيت يرجع للريال زاد الى yn كونجوجيت في xn كونجوجيت كونجوجيت، هي تنبين هنا قدامكم مكتوبه، ويساوي y1 بار x1 الى yn بار xn، ويساوي
هذه الإبدال مالتها راح يصير ويساوي x1y1 بار زائدا إلى xnyn بار. ليش إبدالية ممكن أبدل بيناتهم؟ لأن عملية الجمع هنا، عملية الضرب هنا أنا إبدالية، ويساوي صار عندي من x1y1 بار زائدا إلى xnyn بار. هذه by definition of inner product تساوي summation من i يساوي 1 إلى n xi yi بار، وباي ديفينيشن مثل ما قلت باي انر برودكت هذه ايكوال تو x في y. اذا بديت y x بار وصلت الى x y، اذا هي سيمتري with بال سي ام. ناو نن نيجاتيف x في x يساوي summation حسب التعريف xi في xi بار، ويساوي summation من i يساوي 1 الى n ال xi في xi بار هي by definition تعريف هذا موجود عندكم او ماخذي بالcomplex number يساوي xi القيمة المطلقة تربيع، والقيمة المطلقة تربيع هي قيمة مطلقة دائما اكبر او يساوي صفر. اذا هذا المقدار اكبر ويساوي صفر بمعنى x في ال x اكبر ويساوي صفر، and x في ال x equal to zero if and only if هذا by definition summation من i يساوي 1 الى n القيمة المطلقة xi تربيع equal to 0. هذا المقدار equal to 0 بمعنى xi equal to 0 لكل i من 1 الى n if and only if x equal to 0. اذا x في x بدينا equal to 0 if and only if x equal to 0. now شفنا انه هذا الاكزامبل اللي بي الكلاسيكال يوكليديان سبيس ار ان، وكذلك الكومبلكسفيكيشن سي ان، بينا انهم انه الاكس في واي الار ان مع هذا الانر برودكت والسي ان مع هذا الانر برودكت هم عباره عن انر برودكت سبيس. ناو ناتي الاكزامبل الثاني، اكزامبل اثنين. The Banach space Ln2 consisting of all n tables of complex numbers مع الكومبلكس inner product space، هو راح مع الكومبلكس inner راح يعطيني complex inner product space. اذا Ln2 هذا الفضاء اللي احنا تم تعريفه ودراسته في الكورس الاول اللي هو عبارة عن بناخ سبيس، فالبناخ سبيس الـ Ln2 مع الـ inner product المعرف بالشكل الآتي x في y يساوي summation من i يساوي 1 الى الـ n xi في yi بار، ولكل x هي عبارة تكتب بالشكل الآتي x1 x2 xn، والواي هي عبارة عن y1 y2 yn، تنتمي الـ Ln2 هو inner product space، هو complex inner product space. طبعا ما راح أحله لأن نفس الحل السابق بالـ complexification cn. كذلك example 3، the Banach space L2 consisting of all infinite sequences x equal to xn من n يساوي 1 إلى infinity of complex number provide the complex inner product space. إذا هذا الـ L2 اللي أخذناه بالكورس السابق اللي هو عبارة عن بناخ سبيس مع الـ product function المعرف بالشكل الآتي x في y يساوي summation من n يساوي 1 إلى الانفينيتي xn في yn بار، ولكل x هي عبارة عن sequence xn من n يساوي 1 إلى infinity y تساوي sequence yn من أن يساوي 1 إلى infinity belong to L2، بحيث أنه summation القيمة المطلقة تربيع أقل من infinity. هذا هو product space inner product space. أوكي كذلك حله هو نفس حل classification CN. إذا remark the solution of example 2 و example 3 هو نفس الإكزامبل القبلة. هذا الريمارك ما أريده. First we must show the inner product space is well defined. هذا ما أريده. هذا ما أريده. أريد for this we can use the similar as example 1. إذا example 2 و example 3
نفس المنر نفس الطريق في example واحد، وهذا الكلام بالوسط.